قصائد وطنية عندك الظاهر. عندي وطنية بس أيوه. اني ماني احافظها، لكن سويت بيتين قبيلة قبل شوي. اللي مكتوب عندك في الجوال اقرأ من الجوال ما في مشكلة. ايه بس اكتم الصوت او خلي طيران. لا اكتم الصوت. لا ما في صوت، ما في صوت. سلمتم يسمع. تسلم. قلت الله يعز المملكة دائما الدوم، وسلمان ومحمد ولدها القيادي، أعز الضعيف اللي من الحق محروم، خدام بيت الله خزم المآدي. هذه بيتين قلت واجد قصيدة أنا قلت بولاة أمورنا الله يعزهم، لكن طوال ودنا لازم أقول أنا حافظهم ودي قطعهم قطع. وفي قصايد واجد ودك غزل. اي يعني ترى احنا الشيبان ترى يعني من كل بحر المجلس هذا نقطف. لا من كل لا ثمرة. شايب ابن ابو علي شايب يقولون قلبك خضر قال لنا معشرت. لا لا غزل عفيف. ليش معشرت؟ معشرت العشرة هذه اللي تطلع في الخزانات بعد البطن. ايه يصير اخضر اسفل الخزان. ايه هذه يقول نقول لهم عشرت. العشرة او عشرت اي حتى يقولون الرعاة يقولون ارعى العشرج اللي حليبه يشرج بالجيب يحرج. اي نعم. جاهزة ولا نروح ونرجع لك؟ لا لا جاهزة. اسلم. اللي بغض طلبني اياها قبل يرسل الدعوة. اسلم. قلت دقت علي ام العيون الظليلة ما جيتها لكن تمنيت يدها، يعني ما جيت. اي يا عزوتي الربع وش الوسيلة، والله تراني ودي اني عمدها، يا الربع قلبي كنها اللي بمليلة، ودي انا وانتم نروح لبلدها، متى على الله تنكتب لي حليلة واشوف جنبي من ظنايا ولدها. يا الربع كلمة زين فيها زليلة، ازين من الزينة وقلها وزدها، يا عزوتي صادت تراها جميلة، وان قلت روعة ما تكفي وعدها، بزول طرقة وبسوالف عليلة، ما لها شبيه الله اعلم وحدها، زودا على سود الحواجب كحيلة، واللبس صافي ما يبين جسدها، والخد ثلجي والإصابع نحيلة، يا حظ منه يا رفيقي وجدها، أم العيون الناسات الجميلة، حتى الشعر ذيل الفرس ما بعدها، والصوت صوت المستحي وسط عيلة، وصفا بصوت وحال ربي قردها، واستغفر الله وارسله خلف شيلة. نسلتها بشيلة قصيدة في صوت شاعر قصدها. سلامك. القصيدة اللي يتمناها الشخص أنها تكون حليلة له، إن شاء الله أنها وما وصف منها أي شيء. لا وصف عفيف عفيف إلا شعر عفيف، إن شاء الله ما فيها إلا كل خير. وهذا الشعر المقبول يعني دائما في التمني، والتمني ما أحد يمنع الواحد إنه ما يتمنى. نعم. وأسأل الله يرزقنا بالصالحات المسلمات القانتات وجميع المشاهدين. صحيح. أبو سليمان. يا رب يا رب عليك.